مصري صلب ما ينحنيش، ابنك هيبني وراسه في السماء وبكره جاي ما تقلقيش، خلاص بدأنا الملحمة. عشان ابنك وابني. أفرولاند إدارة تسويق تنمية. مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقة جديدة ولقاء جديد هنشوف فيه كل ما هو جديد على أرض مصرنا الحبيبة، كل ما يدور من أحداث اقتصادية واستثمارية على أرض مصر بنشوفها وبنناقشها، كل ما يهم السادة المشاهدين وكل ما يهم مجال الاستثمار والعقار على أرض مصر بنتناقش فيه وبنشوفه، بنشوف إيه مشاكله، بنواجه كل التحديات التي تواجه السوق العقاري المصري، ايه الموقف، ايه المميزات اللي موجودة، ايه التوقعات لسوقنا ولاستثماراتنا داخل مصر وخارجها. في البداية زي ما متعودين بنستعرض اخر واهم الاحداث اللي حصلت على الساحة المصرية. في البداية بنهني فريق النادي الاهلي وبنهني مصر وبنهني المصريين كلهم بالفوز ببطولة كاس العالم للأندية بالمركز البرونزي. طبعا مصر بتثبت للعالم ان في مصر جديدة. احنا النهاردة لسه كان عندنا بطولة كاس العالم لكرة اليد، وبالفعل مصر قدمت نموذج يحتذى به لكل العالم اجمع، وفود من كل الدول كانت بتحضر البطولة الموجودة، مشجعين وفرق عالمية حضرت البطولة جوه مصر، ورغم ظروف الاحترازية والاهتمامات الصحية داخل مصر وفي العالم أجمع بسبب فيروس كورونا أو كوفيد 19، رغم كده قدرنا أن احنا نحافظ على صحة وسلامة الفرق العالمية داخل أرض مصر، والنجاح اللي حققته البطولة واللي العالم كله شافها ونقلها بتقول ان احنا اتنقلنا بمصر لمصر جديدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المصريين بيعملوا صورة جديدة لمصر جديدة بتتبني وبتتكون من اول وجديد بايدينا وبايدين ولادنا، هتفضل لينا ولولادنا والاحفادنا من بعدنا. النهاردة مكسب النادي الاهلي ده مكسب لمصر كلها، احنا بنوري العالم ان احنا بنتقدم
بنطلع لقدام. مصر راحة من نجاح لنجاح، من خطوة لخطوة، كلها في سبيل التقدم والنجاح رغم كل الظروف والتحديات اللي بتمر بيها مصر، رغم كل الضغوط الاقتصادية اللي بيمر بيها العالم في ظل جائحة الكورونا، رغم كل المعوقات اللي بتحصل، ورغم كل الأمور المحيطة بمصر والمحيطة بالعالم أجمع، ولكن مصر بتتقدم بدليل إن احنا بقينا من المراكز المتقدمة، واللي العالم كله بيقول إن احنا النهاردة من أقوى 10 اقتصاديات موجودة على مستوى العالم. قدرنا إن احنا نحقق مكاسب كتير جدا رغم الظروف الاقتصادية اللي العالم كله بيمر بيها. كمان معانا النهاردة خبر مهم جدا بيهمنا وبيهم كل المصريين. احنا دايما بنتابع خطوات الرئيس السيسي، بنشوف ايه اخر الانجازات، ايه اخر الخطة، ايه اخر التوجيهات اللي بيقدمها وبيطلبها من المصريين. شفنا النهاردة الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة راح في زيارة للعاصمة الإدارية. طبعا العاصمة الإدارية دي بتقول مصر راحة فين، بتورينا مدى عزيمة وقوة ونجاح المصريين في تحقيق أهدافهم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي. العاصمة الإدارية هي مرآة جديدة لمصر جديدة، عاصمة بتشمل كل ما تحتاجه العاصمة من متطلبات، من خدمات، بالإضافة لأن هي من مدن الجيل الرابع اللي بتحاكي التكنولوجيا والعالم الإلكتروني اللي العالم كله النهاردة بيقيم عليه المدن والعواصم بتاعته. النهاردة الرئيس في تفقده لزيارته للعاصمة الإدارية شاهد مجموعة الإنشاءات الجديدة اللي هناك، شاهد المركز الثقافي الإسلامي واللي فيه مسجد مصر. مسجد مصر ده أكبر مسجد على مستوى العالم، بيتسع ل 107 ألف مصلي، في باركينج 7 أدوار، بيتسع ل 3000 سيارة. كمان الرئيس في خلال الجولة التفقدية شاف الأماكن اللي داخل المركز الإسلامي في العاصمة الإدارية، المركز الثقافي الإسلامي، من مجمع تعليمي، من مجمع ثقافي، من مركز لتحفيظ القرآن الكريم، من شكل متكامل لمركز ثقافي يخرج منه الثقافة مش لمصر والمصريين بس، لا للعالم أجمع. مصر هي منارة الشرق الأوسط ومنارة العالم في العلم وفي الإسلام. زي ما كانت على مر عصورها هي مكان الديانات السماوية المختلفة، مر عليها كل الديانات اللي ظهرت في العالم، من اليهودية، من المسيحية، من الإسلامية. ربنا سبحانه وتعالى كلم سيدنا موسى على أرض مصر. الرئيس مهتم بأن مصر تاخد مكانتها وتحافظ على مركزها كمنارة للعلم للعالم أجمع وللمصريين بصفة خاصة. كمان الرئيس تفقد مجلس النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو يتسع إلى 1000 عضو. مركز النواب الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة 3 أضعاف مساحة مركز النواب القديم اللي كان موجود عندنا في مصر. إحنا زي ما إحنا شايفين كل الخطى اللي بتتعمل هي في طريقها لإن إحنا نقول إن في مصر جديدة. العاصمة الإدارية مساحتها 170 ألف فدان، المرحلة الأولى منها 40 ألف فدان، بتشمل كل أشكال مناحي الحياة، من تجارية، من إدارية، من أماكن سكنية، بالإضافة لكل أشكال الخدمات. النهاردة بالفعل وإحنا بنتكلم على أرض الواقع اللي موجود النهاردة مسجد الفتاح العليم، من أكبر المساجد اللي موجودة في مصر، الكاتدرائية، مركز المدينة، كل المباني الإدارية الخاصة بالحكومة المصرية اللي هيتم نقلها في الفترة القادمة للعاصمة الإدارية، كمان فندق من أكبر الفنادق في الشرق الأوسط وهو فندق الماسة بيعمل، وكل دي حاجات، شبكة طرق متكاملة، شبكة مرافق، كل أشكال الحوكمة الإلكترونية، من كاميرات، من سمارت فيليج بوابات، من شكل جديد حتى لشكل الشبكات التحتية اللي بيتم
تنفيذها داخل العاصمة الإدارية شكلها مختلف عن كل اللي كان موجود عندنا فيما هو سبق. مصر راحة لمكان جديد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحنا دايما مع بعض هنقدر إن إحنا نحقق كل الصعاب، مش هيبقى في حاجة صعبة على المصريين طول ما هم إيد واحدة. هنبتدي النهاردة حلقتنا وهنتكلم عن موضوع مهم جدا بيهم كتير جدا من المصريين إن لم يكون بيهمهم كلهم، وهو العقارات المصرية. العقارات المصرية المصريين بطبيعتهم بيحبوا يتملكوا عقارات، واخدين ان هم يعيشوا في اماكن تكون ملكهم. الحكاية دي ابتدت من قديم الازل، مش حاجة جديدة علينا، ولكن مع التطور الامور بتتغير. النهاردة بقى في 14 مدينة جديدة، بداية بالعاصمة الادارية الجديدة، مدينة المنصورة الجديدة، مدينة العالمين، في أماكن مختلفة، مدينة سفنكس الجديدة، مدن كتير جدا جديدة تم تطويرها وتم إنشائها وتم استحداثها عشان تستوعب المصريين إن هم يعيشوا ويعملوا حياة كاملة ومتكاملة ليهم. كمان مشروع القطار الكهربائي هيساعد على العمار والعمران والتنمية على أرض مصر. طيب جنب ده إحنا بنقول هي العقارات المصرية راح فين؟ هو العقارات دي فعلا حاجة مكسبة، حاجة فيها استثمار آمن؟ طبعا العقارات أكتر استثمار آمن في مصر هو العقار. العقار ما ينفعش يرخص، لأن إحنا عددنا بيزيد كل سنة أكتر من الطاقة الإنتاجية لعدد الوحدات السكنية اللي ممكن يتم إنشائها سنويا. العدد ده بيخلينا دايما عندنا حاجة للعقار، بالإضافة إن النهاردة العقار في ناس عندها عقارات بتحاول إن هي تطورها، تاخد مساحة أكبر، تنقل في مكان أفضل، تغير. هي النهاردة مكان عملها اختلف فراحت مكان تاني، فمحتاجة إن هي تروح مكان تاني تعيش فيه. طيب هنشوف النهاردة كمان ظاهرة جديدة، وهي إن في ارتفاع في مواد البنى. مواد البنى في الفترة الأخيرة ارتفعت تقريبا حاجة 30% في فترة صغيرة، وده علامة على ان العقارات في الفترة القادمة هترتفع اسعارها بشكل كبير جدا، على الاقل هتغلى من 10-15%. ليه؟ لان معامل المواد البناء من اكتر الحاجات فيها تأثيرا هي حديد التسليح. حديد التسليح بالفعل غلي في الفترة الاخيرة، ارتفع كذا مرة، وصل تقريبا ل 30% ارتفاع. هنشوف هو ارتفاعه ده يؤدي لارتفاع في العقار؟ يؤدي لارتفاع في العقار. يؤدي لارتفاع في العقار قد ايه؟ تقريبا ما لا يقل عن 15%. يعني ايه؟ يعني الوحده النهارده اللي ثمنها مليون جنيه هيبقى ثمنها على الاقل 1,150,000 جنيه نتيجه ارتفاع مواد البنى. طبعا الحديد ده قاطره، هو احد اكبر الحاجات اللي بتاثر على ثمن العقارات في مصر. نتيجه ده لما المعامل ده بيرتفع كل مواد البنى بتغلى وراه، وبالفعل العقارات بتغلى وراه. هنتكلم معاكم ومع المختصين وخبراء العقار في مصر يقولوا لنا ايه رايهم، شايفين ايه الفتره الجايه، العقارات ممكن ترتفع قد ايه، ناخد قرارات شراء في الشراء دلوقتي، ولا احتمال مواد البنى ترخص فتكون فرصه احسن. لا، المؤشرات كلها بتقول ان مواد البنى غليت وهتغلى تاني في الفتره اللي جايه. حاليا اللي بيفكر أو بيبحث إنه يشتري عقار هي فرصة حقيقية لتملك العقار، لأن الأسعار بالفعل هتختلف بشكل كبير لا يقل عن 15% في الفترة القادمة. هنكلم مجموعة من الخبراء، وهيكون معنا في البداية المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة وأحد كبار المستثمرين العقاريين في مصر. مساء الخير يا باشمهندس محمد. أنا مساء الخير، ازيك يا دكتور إبراهيم؟ ازاي حضرتك يا فندم، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. معلش دايما بنحب نستعين كده برأيك عشان حضرتك بين الخبراء العقاريين القدام اللي بيشتغلوا في هذا المجال، وكمان يعني بحكم ان انت رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة فانت ملم بأمور السوق العقاري، رايح فين، الشركات بتعمل ايه، هتعمل ايه في الفترة الجاية، اسعارنا هتروح فين. في البداية
احنا شفنا ان اسعار الحديد تقريبا غليت 30%. حضرتك شايف الارتفاع ده وقتي ولا هتغلى تاني الفترة الجاية؟ طيب اولا السلام عليكم على حضرتك وعلى المستمعين، وانا بحييك وبحبي البرنامج بتاعك كمان. اهلا وسهلا. بالنسبه للسوق العقاري، هو السنه دي ان شاء الله هيحقق حوالي ارتفاع من 10-15% على الاقل. تمام. وهو هيزدهر هذه ممكن السنه. تعلي صوتك شويه يا باشمهندس محمد؟ هو هيزدهر السنه دي والسنين القادمه. تمام. لعده عوامل. اولا الخطه بتاعت استراتيجيات البناء في مصر، ان مصر في 2050 تمام هتكون مساحتها حوالي 12%. تمام. وده اللي هيخلي ان في توسع كبير جدا ومدن كبيره جديده مفتوحه. يعني هنزيد تقريبا 80% على المساحه اللي احنا عايشين فيها حاليا. احنا يعني بالظبط كده. احنا 7% هنبقى 12، يعني 5% زياده. دي خطة 2052. تمام. بالنسبة برضو اللي هيخلي العقارات هتغلى، ان المدن الجديدة بقت مدن مستدامة ومدن ذكية من الجيل الرابع. تمام. بيتحقق فيها كل رفاهية وكل الحقوق للأجيال القادمة. تمام. نمرة ثلاثة، ان انت عندك زيادة سكانية حوالي 2.5 مليون شخص، دول بيحتاجوا من 900 مليون شقة، من 900 ألف شقة لمليون شقة. تمام. نمرة 4، ان انت عندك الفايدة البنكية قلت جدا، يعني هي كانت 20 وبعد 16 وبعدين بقت 11 ودلوقتي وصلت 6.5. تمام. ده يشجع الناس انها تستثمر العقار، لان هو الملاذ الامن ومحفظة للقيمة. تمام. طيب اسألك سؤال تاني. نمرة خمسة، ان البلد بقت فيها مستعدة للاستثمار من دول الجوار كلها والدول العربية ودول الخليج، فات مناخ استثمار امن يسمح بالاستثمارات الاجنبيه انها تخش وتستثمر في العقار. تمام. طيب اسالك سؤال، توقعاتك للفتره القادمه العقارات ممكن تغلى في 2021 قد ايه تقريبا؟ من يعني على الاقل من 10-15%. على الاقل. طيب. الله. طيب سؤال تاني برضو بيسرع انتباهنا، احنا شايفين الدوله بتعمل تطوير طبعا في شبكه الطرق وفي المرافق وفي البنية التحتية وفي الكباري، حاجة غير مسبوقة يعني. طبعا وفي شبكات الصرف الصحي، اكيد كل ده بيؤدي لارتفاع في اسعار العقار، لان طبعا سهولة خدمات اللي حواليه. طيب مشروع القطار الكهربائي او المينوريل، هل ده هيؤدي لارتفاع عقارات في اماكن معينة؟ طبعا يعني الناس بقى عندها ثقافة المدن الجديدة. تمام. والمدن الجديدة على رأسها العاصمة الادارية بقت جاذبة للاستثمار وللسكن، وحلم لكل واحد ان هو يعيش في المدن المتقدمه جدا. احنا يعني بنعوض 200 سنه فاتوا. كنا متاخرين. فعلا. تمام. طيب حضرتك شايف الفتره القادمه، يعني لو حبينا نقول اماكن، افضل اماكن استثمار سكني مثلا في الاماكن المختلفه، نرتبهم ازاي؟ السكني دلوقتي نمره 1 القاهره الجديده والشيخ زايد في 6 اكتوبر. تمام. بالنسبه للتجاري والاداري، نمره 1 دلوقتي العاصمه الاداريه وتليها القاهره الجديده والشيخ زايد، بالاضافه الى المدن الجديده اللي هي في الصعيد وفي الوجه بحري، لانها بتناسب القاطنين هناك. تمام. حضرتك طبعا بترتب الترتيب ده بناء على المعيشه، ان هم ممكن يعيشوا دلوقتي في القاهره الجديده. بالظبط. لا انما انت بتكلمني على استثمار. بالظبط. الاستثمار حاجه وان انت تسكن في حاجه ده موضوع تاني. تمام. طيب ورؤيه حضرتك بالنسبه للتجاري والاداري بالنسبه للعاصمه الاداريه؟ تمام. في العاصمه الاداريه ظاهره، وهي تفاوت في اسعار التجاري والاداري، فده راجع لايه؟ هي العاصمه الاداريه كلها مميزة، بس في أماكن أكثر تميزا. تمام. فالأكثر تميزا اللي هي بيطلع فيها الأبراج ال 25 دور وال 30 دور، فهي وبيبقى ليها ليفل معين وليها مثلا أماكن سياحية. فهو ده اللي بيخلي التفاوت يعني. ده سبب التفاوت في الأسعار. بالظبط. تمام. يعني التميز في المكان والمنشأ ذات نفسه مختلف. وكمان الشركات اللي المطورة. اللي بتدي أمان وسيفتي للعميل. تمام.
طيب وبالنسبة للإداري والتجاري في التجمع؟ برضو التجمع ده عليه اقبال شديد وبرضو واعد، بس العاصمه الاداريه يعني أكتر. كمنها لسه بكر، فالاستثمار برضو بيكون فيها واعد اكتر. العوائد الاستثمارية أعلى بالظبط كده، عشان لسه أنت تعتبر بتاخد حاجة في بدايتها. بالظبط. تمام. تمام. طيب حضرتك ليك أي توقعات تانية بالنسبة ل 2021 بالنسبة للعقارات؟ لا، هو التوقع ان شاء الله توقع متفائل ان هي يعني فرصة دلوقتي للي عايز يشتري. تمام. طيب عايزين نعرف منك بقى في النهاية كده إيه معلومة جديدة عن جمعية مطوري القاهرة الجديدة، أخبارها إيه؟ جمعية مطورة القاهرة الجديدة بدأنا طبعا بعد ما زودنا مجلس الإدارة وبقى في مجلس تنفيذي ليها، تمام. في بدأنا يبقى في إقبال من مطورة القاهرة الجديدة على العاصمة الإدارية، اللي هو هيبقى هيبان في الفترة الجاية، وبنظبط حاجة كده إن شاء الله في خلال أسبوعين نبلغك بيها ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق، إن شاء ونتمنى الله. لكم النجاح. وانت صراحة يعني حضرتك والمجموعة اللي معاك يعني باذلين جهد كبير جدا في الجمعية عشان تبقى يعني مثل يحتذى به للعمل الاجتماعي، والحاجة اللي بتحاكي ما بين الخدمة المجتمعية وما بين اجتماع لرجال الأعمال. ربنا يقدرنا على خدمة العملاء وخدمة مصر، ونعمل حاجة كويسة تليق بمصر إن شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق يا باشمهندس محمد، ونشوفك ان شاء الله معانا في البرنامج قريب ان شاء الله. إن شاء الله. شكرا دكتور ان إبراهيم، شاء الله تعيش. شكرا. ميرسي. شكرا يا باشمهندس. ده كان مداخلة مع المهندس محمد البستاني. زي ما سمعنا مع بعض العقارات راحة فين، كل الناس عندها توقع بحركة في ارتفاع الأسعار نتيجة ارتفاع مواد البناء، نتيجة زيادة الخدمات اللي بتحصل على أرض الواقع من شبكات طرق، من كباري، من مدى الجودة في الانتقال للأماكن المختلفة. وسائل الانتقال بقت أسهل، المواصلات بقت أسهل، لأن مع شبكة الطرق الجديدة الوقت ذات نفسه بقى أقل عشان تنتقل من مكان لمكان، ما بتاخدش نفس الفترة الزمنية اللي كنت بتاخدها قبل كده. كل ما سهل الانتقال للمكان وكل ما كان أسهل وأيسر، كل ما كان المكان بيرتفع سعره بشكل كبير وبيبقى عليه إقبال أكتر، وبيبتدي الناس تقبل إن هي تعيش في المكان بشكل أفضل لسهولة وسائل الانتقال. طبعا مشروع القطار الكهربائي هيعمل طفرة جديدة على أرض مصر، لأن المساحة اللي بيشغلها القطار من أول جبل الجلالة في العين السخنة لحد العالمين الجديدة مرورا بالعاصمة الإدارية، دي مساحة كبيرة جدا، هتسهل الانتقال من ناحية، هتقلل الوقت من ناحية، هتخلي الفكر ذات نفسه يتغير. يعني الناس في العالم الخارجي في الدول الغربية وفي أوروبا وفي جنوب شرق آسيا عندهم، اللي عندهم حتى عربيات ما بيتحركوش بيها على طول، لأن وسائل الانتقال هناك سهلة، بياخدوا الأندر جراوند أو مترو الأنفاق وبينتقلوا في شكل أسرع من الطبيعي. الدول اللي فيها قطار كهربائي القطر أسرع كمان، فبينتقلوا من خلاله من مدن لمدن، مش داخل المدينة ذات نفسها من مناطق لمناطق أو من أحياء لأحياء، لا ده بينتقلوا من مكان لمكان تاني، بيسافروا من محافظة لمحافظة أو من ولاية لولاية، فده بيسهل وبيسرع شكل الانتقال. سهولة وتيسير شكل الانتقال بيؤدي إلى يسر في الحركة، إلا في الوقت اللي بيضيع في حركة المرور. كمان بيميز المكان إن هو بيبقى سهل الوصول ليه وسهل الخروج منه، وكمان بيبقى الانتقال آمن، إن هو ما بيبذلش مجهود، إن هو بيركب مواصلة بتنقله من مكان بعيد جدا لمكان آخر، وده موجود في دول العالم كلها. يمكن إحنا يعني كان 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 مفترض إن إحنا يبقى عندنا ده من سنين فاتت، لكن ما كانش فيه اهتمام بالبنية التحتية، ما كانش فيه خطة وتخطيط استراتيجي بيشوف احنا رايحين فين. احنا النهاردة بقينا في دولة هي شايفة هي راحة فين بالشعب، بتعمل ايه، بتقدم ايه خدمات للمواطنين، بتعمل لهم ايه، بتسهل لهم الانتقال ازاي. زي ما بنتكلم دايما مع المسؤولين
من مسؤولين في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أعضاء مجلس النواب، من رؤساء أجهزة، دايما بنشوف التطور، بنعرف منهم إيه التسهيلات والتيسيرات اللي بقت موجودة جوه الأجهزة المدن الجديدة، إيه الانتقال، وسائل الانتقال اللي بتتم بكل يسر وكل سهولة. كمان المجتمعات العمرانية الجديدة بقت فيها تفاوت في الأسعار عشان تناسب الفئات المختلفة من الشعب المصري. مش لازم عشان تسكن في مجتمعات عمرانية جديدة لازم تسكن في كومباوند وتشتري المتر بكذا، لا، ممكن تسكن في 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 مكان عادي بأسعار مقبولة، تقدر ان انت تتملك وتقدر انك انت تقسط وحدتك السكنية. في مدن قديمة موجودة وعايشة والعمران فيها منتشر، وفي مدن جديدة زي العاصمة الإدارية بيتعمل لها خدماتها قبل ما يبتدوا الناس ينتقلوا إليها ويعيشوا فيها. هنشوف برضو مداخلة مع أستاذ آسر حمدي، عضو جمعية عضو غرفة التطوير العقاري بالغرفة التجارية ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون. مساء الخير يا آسر بيه. مساء الخير أستاذ إبراهيم، ومساء الخير للسادة المشاهدين. إزاي حضرتك، عامل إيه؟ الحمد لله تمام. الله يخليك. احنا كنا بنتكلم عن الفترة الأخيرة شفنا ارتفاع في مواد البنى تقريبا عدت 30% بالذات في حديد التسليح، فهل دي حاجة مؤقتة من وجهة نظرك ولا دي حاجة هتكمل تاني هتغلى تاني في خلال 2021؟ بص، مبدئيا هو حاجة غير مفهومة وغير منطقية. ممكن تعلي صوتك سنة بس؟ تمام. حاجة بقولها غير مفهومة وغير منطقية. تمام. الحديد له مدخل معين اللي هو مادة البلت اللي هي البلت. المادة الخام. تمام. اللي هي بتصنع. احنا من شهر 11 لشهر 2 زاد بنسبة حوالي 35% سعر الحديد من 11000 ل 14.5 تقريبا. تمام. المادة الخام بتاعته ما زادتش بره بالسعر ده. في حاجة غير مفهومة أو غير مبررة، زيادة غير مبررة في الأسعار. هتزيد في 2021، إن في توقع لغاية شهر 6 إن هتبتدي الزيادة دي مستمرة، وده هيبقى لها أثر مباشر على زيادة أسعار المباني السكنية كلها والوحدات السكنية. طب أنا عايز أسألك سؤال، يعني هي حاجة جت في بالي كده وحضرتك بتتكلم، يعني فضل. في بعض الحالات بيبقى ارتفاع السعر نتيجة التوقف لفترة زمنية معينة، يعني مثلا كان في انتاجية اعلى من ما السوق بيستوعب او بيطلب، فاكيد الانتاجية دي ادت لتراكم فوائد معينة او تضخم معين في حجم الفلوس اللي كانت مركونة. تمام مظبوط. فممكن دي تؤدي لارتفاع السعر، يعني مثلا العقارات، مثلا لما بتغلى مثلا مواد البنى بتغلى العمارة او الوحدة السكنية، بالرغم صح. من ان الوحدة ما بتتبنيش دلوقتي، هي مبنية بالفعل استلام فوري، لكن هو بيقول لك لا، ما انا لو حبيت ابنيها هبنيها بمواد جديدة فاكيد هتتكلف اكتر. فممكن يكون بتوع، يعني ممكن يكون مصنعي الحديد انتجوا كميات من الحديد كبيرة في الفترة اللي كانش فيها، اللي كان موقوف فيها المباني، ما كانش فيها انشاءات غير في المجتمعات العمرانية الجديدة، فحصل عندهم تكدس بشكل معين من البضاعة ادى ان هم يحسبوا عليه فوائد بشكل معين يغلي السعر. متفق مع حضرتك، بس لو السيناريو ماشي بالطريقه دي عمر ما الفوائد او اللي نسبه تضخم اللي احسبها توصل ل 33% تقريبا. مبلغ مبالغ فيه، يعني بنتكلم على من 5 ل 10% 7 7.5 8 ماشي، انا متفاهم، لكن 33 في حاجه غير مفهومه وغير مبرره. وده بالتالي هيؤدي لفتره الجايه لارتفاع اسعار الوحدات السكنيه والعقارات في خلال 2021 بالتاكيد. طب التوقع بقى تغلى قد ايه نتيجه الارتفاع ده؟ من 10 ل 15% هتغلى بالفعل النسبه دي. هتغلى، وابتدت الشركات ترفع اسعارها، يعني طبعا لسه اول شهرين عاده، يعني يناير وفبراير بيبقى السوق حركه البيع والشراء نايمه على جميع الحاجات، العقارات، السيارات، التجاره عموما. من مارس الحركه بترجع، ودي حاجه يعني تاريخيه معروفه ان في شهر مارس بتلاقي الاسعار الحركه
ترجع فيبتدوا يعملوا ريبرايس، يعرضوا عرض جديد او سعر جديد. بالظبط، وده متوقع انه يكون بنسبه 10 ل 15، لان الحديد هو احد اهم مدخلات البناء. فعشان كده بنسبه 35% لازم هيؤدي لارتفاع الاسعار، واكيد طبعا هيسحب وراه مواد البناء الثانيه، يعني الاسمنت هيعلى والرمل هيعلى والطوب هيعلى اكيد. هو يعني نرجو ان لان لو حصل كده يبقى ما بنتكلمش على 10 15، لا ممكن توصل ل 20%. ده احنا بنتكلم 10 15 على الحديد فقط، على ارتفاع بالظبط الحديد بس. لو ابتدى يسحب بقى الطوب والاسمنت والرمل وبقيه الحاجات يبقى لا ممكن النسبه توصل ل 20 او تتعداها كمان. تعدي. طيب طب توقعاتك بقى للفتره القادمه للسوق العقاري، الـ 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 العقارات رايحه فين؟ لا الطلب بص على العقار طول عمره اعلى من العرض، فهو هيفضل فيه طلب عليه. تمام. الحاجه الاساسيه اللي ممكن تحجم فيه شويه زي ما قلت لك هي ارتفاع الاسعار نتيجه ارتفاع مدخلات البناء. دي اللي ممكن اسعارها يعني ممكن تكتفه سن شوية، بس برضو هيفضل فيه طلب، والناس اللي عايز يتجوز، اللي عنده أولاد بيكبروا، اللي محتاج إن هو عدد أفراد عيلته، كان متجوز ما عندوش أولاد بقى عنده أولاد محتاج واحدة أكبر، فهيبقى فيه دايما طلب. طيب وحضرتك توقعاتك بقى لترتيب الأماكن العقارية في مصر يترتبوا إزاي؟ يعني كأفضل أماكن استثمار يعقوبها إيه يعقوبها إيه؟ يعني رتب لنا الأماكن كده العقارية في السكني مثلا. في السكني نمرة واحد العاصمة الإدارية. تمام. ده اللي يعني الحصان الأسود بلا نزاع، يعقوبها غرب القاهرة هلالية أكتوبر وزايد. تمام. وبعدهم في نفس المنطقة في منطقة غرب القاهرة سفنكس الجديدة والحزام الأخضر. بعد كده نرجع لشرق القاهرة بقى اللي هي التجمع والشروق والعبور. بعده. تمام. بعده. طيب وفي التجاري والإداري؟ في التجاري والإداري أكتوبر وزايد الأول، يعقوبهم التجمع الخامس. أكتوبر وزايد الأول. الأول يعقوبهم التجمع الخامس. طيب ولو رحنا بقى للسياحي، يعني عندنا مثلا العلمين الجديدة، عندنا الساحل الشمالي، عندنا الجلالة، العين السخنة، مرسى علم، الغردقة، شرم الشيخ. كاحتمال طلب اكتر العلمين الجديده، يليها الساحل الشمالي، يليها الجلاله، وبعد كده الغردقه ومرسى علم، وبعدين شرم الشيخ. ده الترتيب اللي حاصل حاليا. بالظبط، وده المتوقع ان يستمر في خلال 21 كمان. تمام. طيب انا كنت عايز اسالك على حاجه اسالك عليها في الاخر. كان في يعني كان في نقاشات كده بين غرفه التطوير العقاري وبين البنوك، ان البنوك تبتدي تمول بيع العقار او تسهل تمويل العقارات، فاخبار ده ايه؟ وصلنا لفين يعني؟ بص لغايه دلوقتي الوضع زي ما هو، احنا عندنا في مصر كمطورين عقاري مشكله اساسيه ان انا بشتغل مطور عقاري ببني وبشتري اراضي وكده، وبشتغل بنك جهه تمويل في نفس الوقت. بالظبط. ده ما بيحصلش في اي حته في الدنيا. طبعا. فانا باخد بشتري الارض وببنيها وببتدي ابيعها وبقسط للعميل على 5 سنين او 6 سنين. فمفروض التمويل العقاري هو الحل ليها. التمويل العقاري دي متكتفه بكذا حاجه، ان لغايه دلوقتي لازم تكون الارض متسجله ويكون الوحدة مبنية وبعضهم بيشترط انها تكون نص تشطيب او كامل التشطيب. طيب كل 90% او 99% من المطورين العقاريين، ما عدا يمكن اثنين، بيبيعوا من زي ما بيقولوا اوف بلان، يعني منه لسه هي على الخريطة. فده لا ينطبق عليها شروط التمويل العقاري. لازم يبقى في تغيير في القانون، ملهاش حل. طب وليه التمويل ما يمولكوش انتوا كشركات تطوير؟ يعني هو يمول لك المنشا وهو بتبني. اي ما هي دي نقطه، هو بيقول لك لا انا القانون بيحكمني، انا بمول الاند يوزر اللي هو العميل النهائي، ما بمولش الشركه. ولو هروح للبنوك اخد تمويل، يعني احنا برضو هي لازم ابص انا عايز ايه.
انا عايز اشجع البنى والتنميه العمرانيه في مصر عشان نوصل لخطه 2030 وخطه 2050 اللي هو اوصل ل 20% من حجم الارض وابني عليها، تمام، ولا عايز افضل عايش على الشريط اللي هو 7% في 9؟ لا، احنا عايزين 7% ل 9% لا حوالين النيل، لا انا عايز اوصل ل 20 و25%. لازم ارجع اشجع التطوير العقاري والتنميه العقاريه. بالظبط. هعمل كده ازاي؟ عن طريق ان انا اسهل الفوائد. مش ممكن اجي استلف من بنك كشركه مثلا تطوير عمراني او تطوير عقاري بنفس الفائده اللي بياخدها تاجر سيارات او واحد بيستورد مواد لاي شيء. انا عندي هدف عام للحكومه وللبلد وهدف تنموي اساسي، يبقى لازم اشجع الناس اللي بتشتغل فيه بان انا اخفض لها سعر الفائده. اه، يقلل سعر الفوائد. مصر سعر الفائده انا شايف ان هو السعر المناسب الايديال قوي اللي يسمح بالطفره العمرانيه اللي احنا عايزينها في مصر ما يتعداش 5 ل 6% نسبه فائده. عشان ينفع ان انت تقدر تنطلق بالانطلاقه اللي حصل على ارض الواقع. بالظبط. ده هتلاقي بقى ان فعلا ممكن على 20 وبعدين انت، 50 ما هي ممكن فائده دي دي سنه دي. تبقى شكل للتمويل بفوائد مختلفه يعني. طب ما انت مبادره البنك المركزي كانت ب 5%. بس ليها شروط جامده جدا ومختلفه يعني. انا ما فاهم، مش مش اي قصدي، شركه انا قصدي تاخدها. يعني، يعني قصدي ما قالش، ما ربطهاش بفائده البنك المركزي وقال لك لا لازم 2% زياده، يعني ما كانت بفائده اقل يعني. دي كانت مبادره احنا عايزينها تبقى حاجه عامه، حاجه متاحه لكل المطورين. انت راجل هتشتغل في التعمير والتنميه وهتساعد على زياده الرقعه البنائيه وزياده الحيز العمراني لمصر اللي هو هدف قومي لمصر كلها، بالظبط. تعالى وهديك ال 5% مش ال 14 و15 و17. صح صح، هي الخطوه دي. بس اعتقد ان الغرفه برضو يعني، يعني لو انتوا اتحدتوا كمطورين عقاريين مع البنك المركزي مع مجلس الوزراء ممكن توصلوا لشكل يتناسب مع الامور مع بعضها يعني. في كذا فعلا جلسه حوار حصلت، بس هي محتاجه يعني دعم من القياده العليا، القياده السياسيه للبلد انها تتبنى هذا الاتجاه، لان فعلا ده لو حصل انت هتلاقي طفره عمرانيه وعقاريه حصلت غير مسبوقه. طبعا الدنيا هتجري. يمكن ال 50 يمكن ال 40 50 سنه اللي فاتت هتحصل طفره مش موجوده في اي حاجه. بالظبط، هتنطلق بقى الدنيا، هتختلف. بالظبط. صح. بالظبط. صح، عشان كده يعني هي برضو الشركات يعني حاليا عليها عيب كبير زي ما حضرتك بتقول، يعني انت بتمول وبتنفذ وبتقسط للعميل في الاخر فلوسك كمان، فالموضوع مظبوط. كبير على تفضل الشركه انها فلوس تشيل كل العباءه الماليه دي. بالظبط، انت بتفضل فلوسك اللي انت حاططها في مشروع مرتبطه بيه لمده 6 أو 7 سنين لغايه ما تحصل اخر قسط من العميل. تخيل لو انت بتاخد فلوسك من تمويل عقاري في خلال سنه، فالفلوس دي انا مش هاخدها واحطها في بنك، لا هشتري ارض ثانيه وهعمر، بعمر اراضي، بوفر وحدات سكنيه، بشغل عماله، حلقه بالظبط. مكتمله وفيها فايده للجميع. بالظبط، بالاضافه ان يعني، يعني يعني ما اعرفش حضرتك متفق اكيد معانا في اللي هنقوله ده، ان 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 هي العقارات افضل استثمارات في مصر يعني. يعني العقار مظبوط، العقار طول عمره مخزن قيمه وعمر ما قيمته بتنزل في احوال بسيطه جدا والفتره قليله وترجع تاني ترتفع. بتهدى العقار لكن ما انا بتنزلش يعني، عمرنا ما شفنا ما عقارات بتنزلش اسعارها بترخص. ابدا، واستثمار احسن امن اكتر من الذهب واكتر من اي حاجه. العقارات والاراضي استثمار مضمون بنسبه 100%. بالظبط بالظبط. طيب نتمنى ان احنا نشوفك قريب معانا في البرنامج ان شاء الله، تنورنا كده. ان شاء الله. يشرفني يا استاذ ابراهيم باذن ربنا الله. يخليك تعيش اسر بي. انا متشكر جدا على مداخلتك دي، ميرسي. شكرا لحضرتك. شكرا شكرا, شكراً. باي باي. زي ما شفنا أعزائي المشاهدين، كل الخبراء العقاريين بيجتمعوا إن العقارات في الفترة القادمة هترتفع. اللي بيفكر إن هو يشتري عقار في شروط معينة لابد إن هو يراجعها قبل ما ياخد قرار إن هو يشتري. أولا يراجع الأوراق القانونية، يراجع الـ 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 الرخص الخاصة بالمباني والإنشاءات، يراجع لو الشركة شركة ليها أعمال سابقة يشوف سابقة أعمالها على أرض الواقع، هي نفذت إيه، هي عملت شغل فين قبل كده،
شكل المشاريع اللي كانت عاملاها، وصلت لحد فين، سلمت الحاجات في موعدها ولا لأ، ويراجع الملف القانوني لأوراق الأرض وللشركة اللي هيشتري منها. دي أول حاجة. الحاجة التانية، لو هو النهاردة عنده فرص اختيار بين شركات مختلفة، يأمن نفسه أولا قانونا، ويبحث عن المناسب لرغباته. يعني لو النهاردة هو عنده احتياج ملح للسكن أو للانتقال أو لتأمين استثماره، يشتري حاجة مبنية، حاجة استلام فوري، مش محتاج ان هو يستنى على ما يشتري. طيب لو هو النهاردة ما عندوش حاجة ملحة للسكن المباشر، او ان هو ينقل بيته، او ان هو يبتدي حياة جديدة في مكان جديد قدامه فترة زمنية معينة، لا، ممكن يشتري حاجة تحت الانشاء من شركة يكون موثوق منها، شركة تكون ليها سابقة اعمال قبل كده، او تكون في اماكن تقدر تشوف الحاجات اللي هي نفذتها قبل كده. يعني مثلا شركات مثلا بتشتغل في مقطعات عبرانية جديدة، زي مثلا بتشتغل في التجمع الخامس، في القاهرة الجديدة، في الشروق، في العبور، في بدر، في 6 اكتوبر، في الشيخ زايد، اكيد هتلاقي الشركة دي ليها مجموعة انشاءات قبل كده عملتها، تقدر ان انت قبل ما تاخد قرار شراء منهم تروح تشوف الحاجات اللي هم عاملينها قبل كده، شكلها ايه، معمولة ازاي، متنفذة ازاي، شكل التشطيبات عامل ازاي، وتطمئن لكل حاجة قبل ما تاخد قرار الشراء. كمان لو انت بتشتري حاجة لسه تحت الانشاء، اطمن وتأكد من الشركة، من ملفها القانوني، من اوراق المشروع القانونية. طبعا لو انت بتشتري في العاصمة الادارية، فمفيش اي غضاضة ولا قلق، لان جهاز العاصمة الادارية بيراقب كل ما يحدث على أرض العاصمة الإدارية، بيراقب التنفيذ. المستثمر اللي جوه العاصمة الإدارية ملتزم بشروط التعاقد مع شركة العاصمة الإدارية، وهي رقيب عليه في تنفيذ المشروع. هي مش سايباه يشتغل كده، لا، هو بيتراقب وبيتابع، وكل 3 شهور بيشوفوا خطة زمنية اللي معمولة، هو المفروض في الوقت ده يكون عمل أعمال شكلها إيه، وصل لحد فين في حجم الانشاءات. فمن هنا لو احنا بنشتري من العاصمه الاداريه اي مشروع جوه العاصمه الاداريه، مش هنبقى قلقانين، وسهل جدا ان احنا نروح لشركه العاصمه الاداريه ونستفسر ونطمن عن المشروع اللي خدنا قرار ان احنا نشتري منه. هنشوف كمان مداخله مع احد كبار الخبراء العقاريين، وهو المهندس فتح الله فوزي، عضو جمعيه رجال الاعمال المصريين ورئيس لجنه التشييد والبناء بجمعيه رجال الاعمال. مساء الخير يا فتح الله بيه. مساء الخير يا فندم، مساء الخير عليك والمشاهدين جميعا. ازاي حضرتك، عامل ايه؟ الحمد لله. طيب احنا عايزين نسال حضرتك سؤالين. اولا حضرتك، احنا شايفين في الفتره الاخيره حديد التسريح بصفه خاصه اسعاره ارتفعت بشكل كبير، تقريبا اكتر من 30%. هل توقعاتك ل 2021 انه هيرتفع تاني، ولا هيثبت على كده، ولا ممكن ينزل عن كده؟ أنا كل التوقعات عشان أسعار الخام العالمية في تزايد، فأنا توقعات إن هي بتزيد في توقعات، وقريت أخبار إن هي في التزايد، يمكن بتوصل يمكن ل50% كمان في زيادة في كام شهر القادمين دول. يعني كل الخبراء بيأكدوا إن حديد التسليح في زيادة في خلال 3 شهور الجايين كمان هيغلى تاني. هاي. طيب طيب لو بحكم ما حضرتك مهندس استشاري يعني مخضرم، وعملت الكثير والكثير من المشروعات، النسبة دي تعلي المنشأ قد ايه، كم في المية يعني هتغلي العقارات، كم في المية ارتفاع الاسعار الحديد ده؟ انا متوقع من 10-15%، ما تزيدش عن كده خالص. من 10-15%، مش اقل من كده؟ لا، ومش هتزيد عن كده برضه. ومش هتزيد عن كده. طيب أسألك سؤال أخير، توقعاتك لترتيب المناطق الاستثمارية للاستثمار العقاري في مصر ماشية ازاي؟ طبعا نمرة 1 العاصمة الإدارية الجديدة. تمام. العاصمة الإدارية انها واخدة دعم جامد جدا من الدولة، انتقال الحكومة في نص السنة دي اعتقد هيزيد الإقبال عليها جامد جدا من المستثمرين المطورين اللي يحبوا يشتغلوا، وايضا من المشترين
اعتقد هي نمره واحد النهارده في مصر، لان كمان سرعه التنميه اللي بيحصل فيها من مرافق ومن انشاءات ومن الابراج ومن منطقه البلوى والاعمال، دي كلها سرعه يعني التطوير والتنميه اللي تمت في العاصمه الاداريه في الخمس سنين ده، انا يعني ده من وجهه نظري ان ده شغل 20 سنه مش شغل خمس سنين. تمام. فده هيزود الاقبال عليها في المرحله الجايه القادمه. تمام. يعني هي اول حاجه في الاستثمار هي العاصمه الاداريه. مظبوط في المرحله الحاليه. ايوه. تمام. هي سابقه كل المدن اللي موجوده. مظبوط. سرعه فيها سرعه تنميه كبيره جدا جدا، غير مسبوقه حقيقه. ما شفناهاش في ال 40 سنه اللي انا اشتغلت فيها، ان حجم هذا الانجاز يتعمل في خمس سنين فقط. تمام. طيب توقعاتك بقى للسوق العقاري في 2021 ايه؟ بس انا من ناحيه في دوله زي مصر 100 مليون وعندنا زياده سنويه 2.5%، يعني 2.5 مليون زياده في عدد السكان كل سنه، حالات الزواج، حالات الطلب السنوي على الوحدات، ما زلنا احنا بننتج 60% من الطلب السنوي. فانا شايف ان في عجز متراكم جدا من الوحدات السكنيه المطلوبه، فبالتالي انا شايف هيفضل في سوق الاسكان والطلب على السكن في نمو ويستحمل مزيد من المشروعات اللي بتتم حاليا ان شاء الله. انا سعيد جدا بمداخلتك يا فتح الله بيه، ونشوفك ان شاء الله قريب معانا ضيف عزيز علينا في البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا يا فندم. ميرسي. شكرا. دي كانت اخر مداخله لينا في حلقتنا النهارده معاكم، وزي ما شفنا مع المهندس فتح الله فوزي، وده راجل استشاري كبير ومستثمر عقاري بيشتغل في الاستثمار العقاري بقى اكتر من 40 سنه، وعضو في اكتر من جمعيه واكتر من منظمه عالميه للاستثمار وللعقار. شايف ان العقارات في ازدهار، توقعاته ان السوق العقاري في 2021 هيرتفع في ما لا يقل عن 15%. احنا بنقول لبعض اللي عنده فكر انه يشتري عقار ياخد قرار ينزل يشوف الوحدات السكنية. دايما شهر واحد واتنين بتبقى الدنيا لسه هادية، لسه الاسعار الجديدة ما تعمل لهاش إعادة تسعير. أكيد من شهر ثلاثة هتلاقوا فيه اختلاف كبير جدا في الأسعار، هتلاقوا فيه نطة في القيم المتكاملة للعقارات. اللي عنده نية شراء يشوف، يطمن للورق، يراجع أوراقه القانونية، يراجع شكل العقود اللي هيشتري عليها، ياخد قرار ويحسن الاختيار زي ما بنقول، هيشتري من مين، هيشتري ايه وبكام وازاي، ويشتري عشان ما نجيش كمان فترة صغيرة بعد 10-15 يوم نلاقي الاسعار ارتفعت بشكل كبير، نرجع نقول يا ريت كنا اشترينا والاسعار كانت كذا. العقارات في مصر مش بترخص، بتغلى وهتغلى، وطول ما في دولة ورئيس جمهورية زي الرئيس السيسي بيهتم بالخدمات والمرافق ووسائل الانتقال المختلفة داخل مصر، طول ما العقارات هتفضل هي الحصان الرابح، وهي أفضل استثمار على أرض مصر، ومن أفضل الاستثمارات العقارية في المنطقة العربية كلها والشرق الأوسط هي مصر، وهتفضل مصر هي بلد البناء والاستثمار في العقار. هنا هنكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامجكم حوار واستثمار مع الشواربي، إلى أن نلقاكم الخميس القادم 9:00 مساء. نترككم.